سيدات كتير جدا في المجتمع المصري اتقال لهم الكلمة دي وبشكل كبير جدا، الجنين ده الحبل السري لافف حوالين رقبته ولازم نعمل لك قيصرية دلوقتي يا مدام، وإلا الجنين هيموت وهتعرض لمشاكل كبيرة قوي. احب اقول لكل واحدة اتقالت لها الكلمة دي ان الكلمة دي مش حقيقية والكلمة دي مش منطقية، والكلمة دي ممكن تكون حاجة من الاتنين، يا اما تجارة من الدكتور، يا اما تكون انه مستسهل وعاوز انه يعمل ولادة قيصرية في وقت اسرع بدلا ما يقعد وقت طويل في الولادة الطبيعية. طبعا انا ما بقولش ان الدكاترة ما عندهمش ضمير لهذا الموضوع، ولكن في نقطة او حد فاصل ما بين الدكتور وما بين المريضة. لازم لما حد يقولك الكلمة دي لازم تشوفي الحبل السري ده يكون فعلا لافف حوالين رقبة الجنين وما لا يقل عن 3 لفات، لان الجنين بطبعه او بعادته في داخل الرحم بيكون موجود الحبل السري حواليه، وممكن لو لف يمين او لف شمال او سبت في اللفات، اللفات دي تزيد حواليه. لكن هل ده بيأثر على الدورة الدموية ليه؟ لا، لان الجنين ما بيتنفس عن طريق القصبة الهوائية، مش زينا الجنين بيتنفس عن طريق بطنه وعن طريق الحبل السري، يعني معنى كده ان الدم وصله. اللي احنا بنعمله في هذا التوقيت ان احنا بنعمل دوبلر على الأشعة على الأوعية الدموية عن طريق أشعة مفصلة باستخدام السونار. ده بيورينا الدورة الدموية بتاعة الجنين ماشية ازاي ونبضات الجنين عاملة ازاي. لو نبضات الجنين سليمة والدورة الدموية واصلة للجنين بشكل سليم جدا، كل اللي بنعمله ان احنا بنراقب حركة الجنين خلال الفترة القادمة، واول لما بتقل بنبدأ ان احنا نعيد الدوبلر مرة تانية، واحيانا كتير جدا الحبل ده بيلف وبيرجع تاني والجنين بيبقى معافى ومفهوش اي مشكلة خالص. لذلك لازم لما الدكتور يقولك هذه المعلومة تقوليله لو سمحت وريني شكل الجنين دوت وهو لافف حواليه الحبل السري، ده ممكن يبان بالسونار رباعي الابعاد او حتى بالسونار ثنائي الابعاد زي ما احنا شايفين بالصور معانا. وفي نهايه المطاف نعمل دوبلر على الاوعيه الدمويه وتطمني حضرتك عليها يا دكتور. وفي نهايه المطاف رسم نبض جنين، كده يبقى اطمنتي على الجنين بتاعك ومش محتاجه تعملي ولاده قيصريه. وعلى راي الاستاذ توفيق الدقن، لما كل بكريه هتولد ولاده قيصريه، هم مين اللي هتولد طبيعي في البلد؟ مصر كلها بقت بتولد قيصريات. دمتم سالمين. على فكرة أنا عارف أن لسه عندكم أسئلة كتير، عشان كده أي استفسار أو أي استشارة أو أي حتى سؤال هتكتبه تحت الفيديو دوت إحنا هنرد عليه بفيديو يشرح السؤال أو الاستشارة أو الاستفسار. ما تنسوش تشرفونا بسبسكريبشن أو بدعمكم بالاشتراك لقناة دكتور وائل البنا.